السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد، قناة نقول لكم تكلموا من كاين أزمة بين الجامعة التونسية لكرة القدم والاتحادية الجزائرية لكرة القدم. وين شنا كيفاش كنا نهضروا عليها، هضرنا عليها من قبل، الهجرة تاع اللاعبين في صمت رهيب، صمت رهيب من جانب مسؤولين في كرة القدم ووزارة، من جانب كان برناوي صمت رهيب. وكنا نقولوا يا دي يا لا هذه انورمال، هذا صوالح انورمال، راهم يصراو لاعبين روح راهي انورمال، لي بريزيدون دايرين لهم قاعدين يروحوا، اللي راح للسعوديه راح، اللي راح لتونس راح، هذه هي ولات ما تعجبش. شكاين سبحان الله، ولينا شاكين كاين حرب غادي توقع في الجزائر، واش راه كاين سي محمد؟ وين الاتحاديه تاعنا؟ حنا على بالنا الاتحاديه قال القوانين اللي دارهم، وانا مسؤول على كلامي، شاني نهضر مسؤول. اتحاديه قال القوانين اللي دارهم قاع فاشله، وفشلهم في طون باراد، وهذا ما كان. حنا تبنى بلي قوانين فاشله، لا شوف باش يكون على بالكم في طون تهم ولا حاجه، رأي المسؤول تاع كرة القدم شي يدير قوانين فاشلة. حنا تبنا باللي قوانين فاشلة، لا هو راهي ناجحة النادي تاعو تاع بارادو، باش يكون على بالكم. هي قوانين حنا كي نشوفوها فاشلة، بصح هي راهي ناجحة للعائلة تاع بارادو، برك تنجح جهة، برك أغنى فريق من مينتا من 2017 وروح، ولا أغنى فريق على بالكم. بارادو هذا العام طاح في ازمه، ولا يبيع بيع بيع بيع، ولا يلعب في الريجيونال سي محمد، لعب في الريجيونال، لعب هنا في الوداد، الوداد كان في الريجيونال، تفرجت هكا يلعب في الريجيونال نورمال، ماشي غلطك. وين اكد التقرير الصحيفه الجزائريه وجود ازمه بين جامعتين التونسيه والجزائريه لكره القدم، بعدما رفع الاتحادية الجزائرية شكوى للاتحاد الدولي للعبة بسبب قوانين اعتبار اللاعبين شمال افريقيا محليين مرتكزة على الفصل الرابع للاحكام العامة من قانون الفيفا الخاص بالتمييز. يا بصح انت درت هذا الشيء، انا حاجة والله مثلا على بالك علاه داير هذا الشيء، نقول هذا المسؤول تاع كرة القدم تاعنا علاه دارها. راهي كاينة ست فرق راهم شكاو، راهم شكاو باللي نهلكوا، خاصة الشيء هو اللي حل. ومن بعد شي قال لهم، قعد يهدر قال لهم يا ودي البطولة الجزائرية ضعيفة ورؤساء النوادي ضعفاء، وحنا بارادو الناس قاع ولا تشكر في بارادو، الناس قاع ولا تشكر في بارادو، ماكش تيها قاع الناس ولا تشكر. والله لا عندي شو رؤساء نوادي نتكلم، مانيش نفتخر عليكم ولا حاجة، بصح هذه حقيقة، رؤساء نوادي تاع فرق كبار، يتسماو فرق كبار، نهدر معاهم انا، نعيط لهم نقول لهم يا ودي هذيك شتايله وهذاك قانون شي يقول، انا نانيتي كيما نعيط لهم نبغي نفهم، ما نبغيش نهدر لكم حاجه واحده اخرى. قلت له قال لي يا ودي زاتشي دايرها، قال لي دروك زاتشي مي راه المطرق يشوف فيه، يشوف في السبيكادو راهي جايه، يدير كيما كيما جايه، راه يضرب كوش دروات شكاب. انا رئيس بايك تعقلوا، نهار اللي لعبنا العام اللي فات لعبنا مع تونس، راكم عاقلين عليها، العام اللي فات لعبنا مع تونس ماتش اميكو، زدتي استقبل لهنا، راكم عاقلين استقبل ولا مش راكم عاقلين؟ استقبل رئيس الاتحاديه التونسيه، فماك اللي دار معاه العقل، فوت ادي بالكوطة، ومعظم اللاعبين تاع بارادو يلعبوا في تونس. باش يكون على بالكم دروك نتايا تجي، حنا دروك وين ما الجزائر باغيه الدعوه مليحه راك تزيد نتايا تخرب فيها، تما غير شكيت ما كان تا فايده. الضربه تاع نهار اللي عام سبونداوك عامين في المغرب، وقلت بلي غادي ندير وغادي ندير الطعن ونجيب حق الجزائر، وكيفاش ود زميلي وكيفاش اي دعايات هذيك، ما تشكي ما والو، روح سلك روحك مع الكاراس، سلك روحك مع الكاراس، راهي تزيد مع الكراس، راهي غير تزيد وغادي غير انت تخلصها. ويتعرض الاتحاد الجزائري لضغوطات من الانديه التي تطلبه بايقاف
نزيف الهجرة اللاعبين إلى البطولة التونسية. الحمد لله يا ربي، راني قلت لكم البارح ونعاود لكم اليوم، والله لا ست أندية شكاو بيه، شكاو بيه للوازير وكلش. زتي باش دروكي في سلك راسو لعبها يشكي بالتوانسة، زعما كان وين تعرض يتعجز لضغوطات من أندية التي تطلب بإيقاف نزيف الهجرة اللاعبين إلى البطولة التونسية نتيجة الأضرار التي لحقتهم، إذ بعدما تنجح في تكوين لاعبين مميزين تجد نفسها غير قادرة على الاستفادة منهم رياضيا وماليا، فيما تحصد الفرق التونسية ثمرات عملها القاعدي. يا ودي نقولكم كلمة، احنا تونس ولات ولينا ريزيرف تاعها كل الشغل بكري. اي بكري نقولوا احنا لهنا وداد مستغالين، ما نهضروا الترجي والوداد كانوا لي كانوا كيما نقولوا احنا لي باس تاعها. وين الفيلاجات صغار كيما عين تادلس، كيما نقولوا بوغيرات، نقولوا بوسكي، نقولوا سيدي علي، نقولوا ويليس، كانت الوداد والاسبيرونس يجوا يدوا من هذو الفيلاجات الصغار. مولودية وهران كانت تدي مرزي وتدي من رمشي، تدي الدور كانت تلمسان تدي من المغنية، تدي أكثر من كيفاش كانوا كل واحد عندها لي باص. مولودية كان عندها مديونية، عندها اتحاد وهران كان عندها لاص، كان عندها لارسيسيو، كان عندها تدي من البطيوة، تدي مرزي، كانوا كاينين بازار يوم ما كاش كله قاعد. وشدد الاتحاد الجزائري في الشكوى على أن الجامعة التونسية لم تستشير أي دولة من اتحاد شمال إفريقيا قبل تطبيق القانون في تونس الذي جاء ليضعف الدور الجزائري مقابل تقوية صفوف فريق تونسية خاصة في المنافسات القارية. بصح أنت درتها، أنت شكاو بيك يا زتشي، تشكاو بيك الأندية، ست أندية راني نقول لك ونعاود لك. ولم تقتصر الشكاوي الاتحادية على الجانب الرياضي، حيث اعتبرت أن القانون الخاص باللاعبين شمال إفريقيا حرم الأندية الدور الجزائري من عائدات مهمة مقابل استفادة فرق تونسية من تسويقهم للاعب الجزائري بصفقة قياسية، على غرار ما حدث مع بغداد بنجاح ويوسف بلايلي. بصح ما نقول لك زتي، انتظروك هذو حليت عليهم، راحوا لعبة قهرمو راحوا. بنقول لك بصح انت كيفاش بلعت الأندية، منعت الأندية يجيبوا من فرنسا لاعبين جزائريين باش يجوا يلعبوا هنا في الجزائر، منعت على الأندية باش يجيبوا من تونس ولا يجيبوا من المغرب ولا يجيبوا من لافريك. قلت لهم لي يجيب لازم يعطيني 10 ملايير كاتش ويحط في الشيك 10 ملايير، تما 20 مليار، تما البريزيدون ما تجيبش، تما انت ما بغيتش تقول ما تجيبوش الواحد حدو من عندي. انت اللعابه اللي تمدهم اعاره، عمرك لا بعت، جبتها مور الشيف الوزاني خاطر ما داش من البارادو، جبتها مور كازوني قال لك انا ما نديش اعاره، انا ندي لازم نشري الكونترا تاعهم. كاين بزاف امور، كاين بزاف. واليوم راه كينط يضرب هنا يضرب هنا، كنط تك 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 بزاف. ويذكر أن كل فرق البطولة التونسية تضم لاعبين على الجزائري على أقل باستثناء الملعب التونسي والاتحاد الرياضي فقط. وبلغ عدد اللاعبين الجزائريين في البطولة التونسية إلى 22.3% من عدد الإجمالي اللاعبين الأجانب. بصح يا سي زتشي، القانون نتا والقانون نتا اللي درتو منعت على اللعابه ما يجيبوش لاعبين، نتا يمدوا بصح ما يجيبوش لاعبين، نتا منعت عليهم. انا دوك نهضر مع لي بريزيدون تاع فرق كبيره اللي هم شاكين بيك، كاين فرق مشاكين بيك، انا كي على بالي بلي انديه شاكيه بيك، كون ما قالوهاليش لي بريزيدون هم شاكين بيك. دي بريزيدون فرق شكاو بيك للوزير باللي راك هلكتهم، راك طلقت السوق وبلعت عليهم ما خليتهمش يجيبوا اللعابه، هلكتهم بالعاني. بس عم بعد كل شيء باش والصلاة والصيام وتلاوة القرآن.
اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا يا رب العالمين. مبارك عليكم شهر رمضان وكل عام وأنتم بألف خير. لكم صيام هذا الشهر المبارك وقيامه. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والعون على الصلاة والصيام وتلاوة القرآن. اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا يا رب العالمين. مبارك عليكم شهر رمضان وكل عام وأنتم بألف خير.